النهارده في ملاقات مصر المخصصه. اتفضل يا امير. فاروق تحياتي للكابتن عبد المنعم كابتن ربيع ياسين، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد مباراه قويه جدا ومهمه جدا بالنسبه الاهلي النهارده امام فريق مصر المقاصه، هو احد الفرق المميزه في بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم البدايه السيئه بالنسبه لهذا الفريق، لكن ما اتغلبش اخر 6 مباريات بالتقريب في بطوله الدوري، فبالتالي اكيد كان في تركيز كبير جدا من كابتن حسام البدري وجميع لاعبي النادي الاهلي في ضروريه الفوز في هذه المباراه وتخطي هذه العقبه، خصوصا النادي الاهلي في حاله الفوز النهارده يتصدر بطوله الدوري الرسمي قبل مباراتين كمان مؤجلين بالنسبه هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي نحو الحفاظ على هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وايضا نحو الوصول للقمه، ويمكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز كمان في المباراتين المؤجلين ويبقى فرق جيد بالنسبه للنادي الاهلي عن اقرب منافسيه وهو نادي الاسماعيلي، وبيتصدر في هذه اللحظات برصيد 27 نقطه في المقابل النادي الاهلي 25 نقطه، ان شاء الله يكسب يوصل للنقطه رقم 28. لكن خليني سريعا نتكلم عن التشكيل النادي الاهلي اختاره كابتن حسام البدري النهارده. كابتن فاروق في حراسه المرمى شريف اكرامي، ناحيه الشمال صابر رحيل، محمد نجيب اللي بيعوض النهارده غياب سعد سمير للاصابه، بجواره ايمن اشرف اللي بيسير بخطه جيده جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، هيكون ناحيه اليمين محمد هاني، 2 في نص الملعب احمد فتحي وعمرو السوليه، امامهم عبد الله السعيد جونيور اجايي وايضا وليد سليمان، والمهاجم الوحيد هو وليد ازارو. ده التشكيل اللي اختاره كابتن حسام البدري في مباراه النهارده ان شاء الله امام فريق المقصه. بالنسبه لدكة البدلاء يا كابتن فاروق، احمد عادل عبد المنعم، مؤمن زكريا، صالح جمعه، باسم علي، باكاماني مالامبي، وكريم نيدفيد، واحمد ياسر ريان. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي بدكه البدلاء اللي هيكونوا متاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري النهارده. طبعا عوده صالح جمعه النهارده اكيد عوده مهمه جدا بعد غياب فتره كبيره، فبالتالي كابتن حسام البدري اختاره ان هو يكون كورقه رابحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مباراه مهمه وقويه جدا ومصيريه بالنسبه للنادي الاهلي زي ما مباراه فريق مصر المقاصه النهارده. ده بالنسبه لتشكيل خليني اقول لك تشكيل فريق كابتن فاروق. في حراسه المرمى محمد حمدي رقم 16، رجب محمود حمدي رقم 16 في حراسه المرمى، امامه احمد سامي رقم 4، احمد مودي رقم 2، حسين الشحات رقم 20، وده اكيد لاعب مهم جدا وبيتالق خلال الفتره السابقه وهداف الدوري برصيد 8 اهداف، ويمكن يكون في مفاوضات قريب جدا ما بين النادي الاهلي وحسين الشحات وتحديد النادي الاهلي. ضموا فترة انتقالات الشتوية المقبلة. خلينا أكمل لك التشكيل أيضا يا كابتن فاروق. محمود وحيد رقم 14، هاني سعيد رقم 19، محمد توني رقم 13، إيريك تراوري رقم 28، باولو مفوافي رقم 11، وجون أنتوي أحد اللاعبين المعارين من النادي الأهلي لفريق مصر على المقصة رقم 29، وأيضا بيتصدر جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم مع حسين الشحات بنفس الرصيد وهو رصيد 8 أهداف. بالنسبة لدكة البدلاء لفريق مصر المقصة، نبيل رقم 5، أحمد محسن رقم 15، عماد فتحي رقم 7، محمد مسعد رقم 22، أحمد عبد الظاهر رقم 9، وعمر رجب رقم 32. ده بالنسبه لتشكيل الفرقتين يا كابتن فاروق. اكيد مباراه هتكون قويه جدا من الناحيه الفنيه.